صباح الخير بنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير. المهم ما تديوش على الحاله، لان البارح في الليل دخلنا الحمام وتحممنا هي هذيك وصافي، وبكيت بالدره دابا هكا في راسي، لان البرد بزاف 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 وما صالحنيش انني هكا نخليه فازك بلا والو، غير غادي نزيد نمرض. المهم ان شاء الله غادي ندوزو عزاني هاد النهار، وما غاديش نبقاو في نفس هاد الدار هادي، غادي نمشيو لدار واحده اخرى كبيره عليها شويه، ماشي كبيره عليها، حتى هي فيها جوج ديال البيوت، ولكن بعدا كوميم فيها البيوت كبارين شويه، لان هادي دابا اللي حنا فيها فريمون فيها البيوت مضيقين بزاف. المهم انتما النهار كامل ان شاء الله غادي تدوزوه معايا، واي حاجه درتها اكيد غادي نشاركها معكم. المهم خليكم معايا. ما تبقى من فطور هذا الصباح. الله الله اكبر الله اكبر بلسانك يا صحراء، تحيا ارض بلادي، ارض اصبحت حره، مرادنا لازم يكمل بالمسيره الخضراء، ومرادنا لازم يكمل بالمسيره الخضراء. الله 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 الله، جينا طريقنا مستقيم، اخواننا مستقيم، يسالونا الرحيم، جايين نحرموا ليعقوب، اخواننا السلام، يسالونا الرحيم. الله 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 الله، غير راي غير البارح وانا هاني، غير البارح وانا هاني، واليوم راني مشغول البال مشغول البال مشغول البال، ما بدي حيلة تيران، ما بدي حيلة تيران، وغير الويلة الويلة، والله على راح الله، الله على رحم، وما بقاش البالي خمام، وما بقاش البالي خمام. حبيباتي مهم، يلا عاد خرجنا دابا، المهم فطرنا وكيف شفتوا ضحكنا ونشطنا وغنينا والحماق وصافي، الواحد كيدير واحد شويش ديال الحماق باش هكا يبقاو لي سوفينير. هذا ما كان. المهم دابا يلا خارجين، غادي نمشيو، مازال ما دخلناش للسهريج، ان شاء الله هاد النهار غادي ندخلوا لهذاك المولى يعقوب الجديد ماشي القديم. صراحه هذاك اللي دخلنا له البارح شنقول لكم، هو كيدير يلاه 13 درهم، ولكن فريمون مسخ 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 واحد الدرجه ما تخيلوهاش. والماء ماشي سخون، الماء كان دافي بزاف، يعني اون فوا كتخرجي من السريج كيجيك البرد. المهم ما حملناه ما قبلناه، وهاد النهار ان شاء الله غادي ندخل لاخر ديال الجديد، كيعاودوا عليه بانه زوين، ان شاء الله غادي نمشيو لعرسي، راني عييت بالهضره مع راني طالعه في الدروج. بدا يزي من قدامه هو هذا،
هذا الحمام هذا ديال مولاي يعقوب كيدير يلاه 13 درهم، هذا اصلا القديم. دابا حنا خارجين غير باش ناخذوا شويه ديال الديسير وصافي وغادي نرجعوا للدار، وبلاتي ان شاء الله عاد غادي نمشيو لمولاي يعقوب، يعني عاد ندخلوا للسهريج. هذا ما كان، المهم انا غنصور لكم هنايا شي لقطات. التواجد ديال مولاي يعقوب. الحلوه ديال مولاي ادريس مولاي يعقوب. هادشي جايب من فاس ياك، كلشي ديال فاس. مبيخرات مزيونين. ما تعرفي واش كاين البرد، ما تعرفي واش كاين الصوت. غير شويه ماشي بزاف، سخفنا فهاد الطلوع فهاد الدروج باش نطلعوا للمارشي الفوقاني. حنا ساكنين لتحت كنطلعوا حتى الفوق. كسباش مزيان، مشيت نتاحر. اجي عندك مشيت نتاحر، اجي راه تحت ما كاين والو. وصلنا للمارشي ديالهم فيه كل شيء. هو داك الفروج والدجاج راهم. عندي هذا هو مولاي يعقوب الجديد، هو هذا مزيون. هذا كيدير يلاه 25 درهم، كاين الاخر خلاص اللي غالي عليه كيدير 180 درهم. الدخله ديال الدار هكا دايره، هادو كاملين بيوتها كيتكراو. حنا رحنا في الفوقي. حنا واخدين هادي، سخفت. هذا هو الدار اللي خدينا. مهم اون فوا هكا ملي كتدخلو كتلقاو كاين الدوش اون فاس، وهنايا دايرين هاد البوطاجي صغيور زعما فين كاين لافابو الواحد يغسل الماعن ديالو داكشي. وهنايا على اليمن كاين هكدا واحد البيت اللي شي شويه كبير، الاخر كان صراحه صغير. هانتوما هذا شي شويه كبير، فيه بعدا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ديال السدادر هكدا صافا. وهنايا جايني شان كيشوف في داك لالا الشافيه، من هنا كيطلعوا نورمالمون. هذيك هي الطريق حتى للراس الفوق فين كاين داك القنص فين مدفونه فيه الله يرحمها. صافي هكا داير، كاينه واحد التلفازه صغيره، وكاين واحد البيت واحد اخر ها هو اللي عاوتاني داير بحال هذا الشكل. هذا فيه هذا غير جوج ديال السدادر وواحد ناموسيه طبيعه صغيره، والثلاجة بحال هي ثلاجة صغيرة تا هو فيها كسر عجم.
مرة كاينه الشتا مرة كاين الشمس. دابا راه عرفتي راه كتنقط الشتا وبعدين مرات عاوتاني كتغيب شهاد الشميشة هادي ويعاود تخرج غير شو سميتهم. اه يا ربي كتمشي ليه الهضره يعني كيولي السما كتغيم عاوتاني و كيرجع عاوتاني غير الشتا. الشتا ما كايناش كاع الشميشه. دابا راه خرجت الشميشه صافي كي قلت لكم هكا داير. دونك هذا مهم كبير على الاخر. الدار الاخرى كانت صغيره بزاف على داكشي. جينا لهنايا مروه صافي. هذا ما كان المهم. هذا القنت هذا اللي لهيه ماشي ديالنا. هذاك هذه باب الدار. هادي اللي لهيه ماشي ديالنا ديال واحد البيت كيتكرا بوحديتو. عندهم داك القنت خارج من البيت. وهنايا كي قلت لكم كاين هذا القنت هذا مع الشوفو و لو دوش هكا داير. حبيباتي ما بقيت وليت عاود صورت لكم حتى شي حاجه حيت دخلنا الحمام على داك الشيء. ودابا يلا عاد خرجنا وغادي نمشي مع مع مرت خاي باش غتشري هكا واحد الصنداله ديال الجلد ولا ما نعرف شي حاجه عجبتها. راني خارجه معاها وهذا ما كان مهم. الدروج كيسخفوا نسيت هو مشى من مع فورمال التليفون مشى ما ها هو السفنج. ها لا الفيزات ديالي مهم. يلا عاد بنت ليكم لان دخلت عاوتاني للسهريج. مشينا مولا يعقوب عاوتاني ودخلت للسهريج ديال 25 درهم. صراحة عجبني حيت ما عمرني في حياتي ما دخلت له. اول مرة دخلت له وصراحة عجبني. ولكن واحد ديفو فيه كيكذبو كيقول لك احنا غادي نطلقوا لكم الماء في الدوش وما كيطلقوش الماء سخون. يعني كاين غير الماء بارد. يعني ملي غادي تمشي وتعوم في هذاك الماء اللي فيه الكبريت وتبغي تشلل من بعد ما غاديش تلقى الماء اللي هكا تقدر تشلل به. كاين كي قلت لكم غير الماء بارد. دونك خصك ضروري تخرج من تما وتجي للدار وعاد دوش. والله الا حنا داك السخونيه كامله اللي سخنا تما في قلب السريج فجينا للدار جمدنا بالبرد. واخا كاين شوفوا كلشي ولكن البرد حيت فريمون كاين دابا البرد راه 13 درجه دابا. يعني 13 درجه في هذه الوقيته هذه شي شويه قاصحه. نورمالمون راه عام اللي فات يعني الصيف كان باقي في هذه الوقيته راه باقي الحال سخون. صافي هذا ما كان مهم. قبل ما غادي نشد كي قلت لكم هذا الفلوق غادي نقول لكم عفاكم البنات كلكم دعيو مع واحد البنت اللي هي متتبعه واختنا سميتها شيماء من ناظور. نتمنى انكم تدعيو معها بالذريه الصالحه لانها طلبتني باش نقولها لكم. وانا غادي نقول لك اختي الله يسهل عليك الله يعطيك اللي فيه الخير انتينا وجميع الوليات اللي مازالين زعما هكا ربي ما عطاهمش الوليدات. الله يسهل عليكم باش تونسوا مع وليداتكم وما تقنطيش من رحمه ديال الله. كي كنقولوا دعي الله بزاف 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 الله يسهل عليك ويعطيك ان شاء الله اللي فيه الخير. وصافي هنا غنقول لكم تهلاو في راسكم. تنتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر. السلام عليكم.